أولاً أتوقع جاهزية المكان بشهادة الفريق الإماراتي اللي زار مملكة البحرين والفريق الصيني. الحمد لله فضل الله، يعني تم إنجاز المكان في وقت قصير جداً. اثنين، الروح المعنوية العالية جداً للفريق الوطني اللي يكون مختص لهذه التجارب السريرية، وإن شاء الله بتشوفونا بعيونكم مدى يعني أهلية وثقافة الموجودين إن شاء الله، ويعني بيكون ردهم لجميع الاستفسارات. رقم ثلاثة، احنا تم دراسة هذا الموضوع بجدية في شهر 7 من جميع النواحي الطبية. أول شيء الفريق الطبي تم دراسته من جميع الجوانب، وبعدين عرضناه على الهيئة الوطنية للتنظيم المهني والخدمات الصحية، عرضناه على لجنتين. أول لجنة تسمى بلجنة البحوث السريرية Clinical Trials للتأكد من سلامة جميع المواصفات الطبية لهذا اللقاح، وتم عرضه على لجنة أخرى بعد تابعة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية يسمونها أخلاقيات البحوث للتأكد بعد من الجانب الأخلاقي بأن هذا اللقاح يكون إن شاء الله سليم. بعد الحصول على الموافقة الكلية تم تقديم جميع متطلبات الطبية لضمان سلامة هذا اللقاح للهيئة. وشيء الرابع، أن هذا اللقاح من اللقاحات المعتمدة، احنا نسميه بري كواليفايد، تحت او مدرج تحت منظمه الصحه العالميه. بخصوص التطمينات الثانيه، ان شاء الله عقب اخذ اللقاح ستكون هناك متابعه يعني لمده 12 شهر، يعني لمده سنه كامله لهذا المتطوع. سوف يكون هناك متابعه يوميه لاول اسبوعين من اخذ هذا التطعيم هاتفيا. سوف يكون هناك تقديم احنا نسميها مذكره دايري للمتطوع يمليها يوميا للتاكد من اذا عنده اي عرض يذكرها لنا. هناك خط ساخن ممكن المتطوع يكلمنا فيه. هناك كذلك ايميل خاص اذا عنده استفسار ثاني. من بعد طبعا هاي ياخذ اول جرعه، من بعد الجرعه الثانيه اللي هو عقب 3 أسابيع نعيد نفس العمليه، عمليه المتابعه. هناك عمليه فحوصات، فاتوقع سنة بتكون كفاية لواحد يتطمن إن لو أي قدر الله صاد أي مضاعفات بيكون هناك يعني أطباء مختصين للتأكد من سلامة هذا اللقاح. وطبعا هاي كلها يضمن من تحت الإجراءات اللي احنا اتخذناها صراحة. وأنا أحب بس يعني ما أطول، بس أحب أكد إنه اللقاح اللي استخدمناه فعلا تم دراسته فتره طويله، وهو من اللقاحات المتعارف عليها، ليست بالجديده، يعني احنا نسميها الانكتيفيتد او المعطله. لقاحات جربناها في التهاب الكبد، في لقاح التهاب الكبد ولقاح الانفلونزا، فنوع من اللقاحات اللي احنا متعودين عليه، يعني مو بشيء الغير متعارف. الشيء الثاني اللي يعني تم دراسته من جميع المختصين، واهم شيء انه تم الموافقه بعد دراسه مستفيضة جدا، احنا نقول بالمسطرة، من قبل هيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. فأتوقع هذه بحد ذاته إن شاء الله يكون يعني نوع من التطمينات للمتطوعين.